طبعا نجم كبير واسم كبير ومشوار طويل الحقيقه ونجاحات كتير مع النادي الاهلي سواء كلاعب او كمدير فني. يسعدنا طبعا ويشرفنا ان يكون كابتن فتحي مبروك نجم النادي الاهلي السابق طبعا ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن فتحي. مساء الخير يا ابو حميد، ازيك حبيبي؟ طب كنت قلت لي يا كابتن فتحي كنت اتشيكت النهارده وانا سعيد. انا مش قد الشياكه، انا باجي بقى حسب الظروف. يعني انت ملك الشياكه برضه، تنور الدنيا. انا شايفك وانا قاعد بره ملك الشياكه، تنور الدنيا والله، تنور الدنيا. سعيد اني معاك وسعيد طبعا برنامج السادسه، وان شاء الله كده تبقى حلقه جميله يعني تسعد جماهير الاهلي العظيمه ان شاء الله، وتبقى بشر خير ان شاء الله قبل اللقاء الاهم في الموسم ده. مش عارف، خليني ابتدي معاك من الحته دي. هي حاجه تطمن وحاجه تخوف في نفس الوقت. جمهور النادي الاهلي، انا بتكلم يعني بلسان الجمهور، حاسس انه النجمه العاشره قريبه ان شاء الله. حاجه تطمنك وتحسسك انك قريب من البطوله، وتخوفك برضه فيما يتعلق بفكره الاستعداد والحاله النفسيه والذهنيه للاعبين. مش عارف تتفق مع انهي راي من الاثنين؟ لا لا، بص انا يعني انا اتفق يعني اتفق ان ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي هيحرز العاشره ان شاء الله باذن الله. برضه بنتكلم بواقعيه، يعني بنتكلم بواقعيه. النادي الاهلي في مشواره حتى في الدوري ماشي كويس، في مشوار الافريقي ماشي كويس جدا، في مشوار حتى الفاينل ان شاء الله يوم السبت مع كايزر تشيفز. خلينا برضه هتكلم فنيات. يعني النهارده لو يقلقني فرقه من شمال افريقيا دي تقلقني، ولكن كايزر تشيف ما اتفرجنا عليه حتى مع الوداد الدولي المغربي، ال 90 دقيقة بيلعب ديفنس في منطقة ال 18. 180 والله يا انا بقول لك 180. حتى الماتش اللي كان في جنوب افريقيا 180 دقيقة. هو غالبا بيمتاز المدير الفني بتاعهم بيمتاز بالشق الدفاعي كويس جدا جدا، وده بيمتلكه فريق كايزر تشيف. النادي الاهلي عنده الحمد لله المقاومات، عنده الاساليب اللي يقدر يضرب بيها حتى هذا التكدس وهذا العدد الكتير اللي بيلعب بيه تسعه في يمكن تسعه حوالين ال 18. النادي الاهلي عنده الاساليب وعنده الجناب بتشتغل كويس، عنده اختراقات كويسه، عنده ناس فيها سرعات كويسه. النادي الاهلي ان شاء الله يستثمر كل هذا ويقدر يحرز اللقب العاشر ان شاء الله. دي واحده من النقط الايجابيه اللي كنت بتكلم فيها، انه يعني احنا كنا طبعا باصين الاربع ماتشات اللي لعبهم النادي الاهلي بعد ما تاهل للنهائي على انها فرصة لاستعادة القدرة على المنافسة على الصدارة مرة تانية، وانك انت تحتل صدارة الترتيب، لكن كان جزء كمان منها انت بتطمن على فرقتك وعلى مدى جاهزيتها لنهائي دوري الأبطال. واحدة من النقاط الإيجابية اللي لاحظناها هي قدرات الأهلي الهجومية وقدرته على التهديف. هنتكلم على أربع ماتشات ب 12 هدف، اثنين في بيراميدز، اثنين في المقاولين، أربعة في سموحة، وأربعة امبارح في المقصة. هتكلم معاك شوية عن المقصة امبارح، تقييمك ليها، شايف ده مردوده ايه، وايه اللي ممكن تكون كمان استفادات تانية بالاضافه للقدره التهديفيه بالنسبه للنادي؟ لا، المؤشر النادي الاهلي نادي بطوله، مؤشر النادي الاهلي نادي بطوله، نادي بطوله النهارده حتى المباراه المؤجله بيلعب عشان يكسب الثلاثه بونت. فلازم اي مدير فني النهارده مثلا موسيماني والجهاز الفني اللي معاه انه بيلعب بشق النهارده شق هجومي لازم عشان يكسب، لان لو خسر بونت او بونتين او تعادل او في هزيمه لا قدر الله برضه بتقلق الجماهير. ولكن الحته الشق الهجومي ده بيدي ثقه للعيبه، بيدي ثقه ايضا لجماهير النادي الاهلي، بيدي ثقه للجهاز الفني. ايوه، ان دائما النادي الاهلي قادر على احراز الاهداف في اي وقت، وخصوصا في المباراه المؤجله. المؤجله لازم يبقى النهارده النادي الاهلي يكسب هذه الثلاث نقاط. النادي الاهلي الحمد لله عنده عناصر كلها مميزه، عنده حسين الشحات، عنده محمد شريف، عنده كهربا، عنده كل الناس، عنده مروان، عنده مين تاني، عنده لعيبه كتير جدا، صلاح محسن يعني عنده كل اللعيبه، عنده قفشه، كل اللعيبه بتقدر تسجل من خلال الشق الهجومي. فالشق الهجومي للنادي الاهلي يعني حتى في كل المباريات تلاقي النادي الاهلي دائما في خطوره على مرمى الفريق المنافس، لان زي ما قلت لك عنده الجراءه، الجناب بتشتغل كويس، عنده النهارده زياده عدديه حتى في خط ال 18. فكل هذه الامور النادي الاهلي بيستثمرها في احراز الاهداف، وبيحرز 12 هدف في اربع مباريات، ده معدل تهديفي كويس جدا لهجوم النادي الاهلي. طيب خليني اكلم حضرتك على ماتش امبارح على وجه التحديد. ازاي شفت اداء النادي الاهلي؟ كنت بتكلم على فكره انه ممكن يبقى تفكير الجهاز الفني او حتى احساس اللعيبه بان بما انك انت جبت جون او جبت اتنين انك ما تبذلش مجهود، ما تعرضش نفسك لاصابه، ما تعرضش نفسك لحاله اجهاد عشان تبقى جاهز لمباراه النهائي بتاع دوري الابطال، لكن ده ما شفناهوش. الاهلي بيجيب جون، بيجيب الثاني، عنده اصرار على الثالث، بيلعب لغايه اخر ثانيه على الرابع وكانه ما سجلش طول المباراه. لا بص، النادي الاهلي دائما عنده مقاومات، للفوز. الفوز سواء الشوط الاول طلع 1-1 النادي الاهلي بعد كده احرز، ما عندوش بقى ان هو يستثمر ان كسبان 2-1
هستثمر النهارده كفايه قوي على لا النادي الاهلي النهارده زي ما قلت لك التطوير، تطوير اداءه، تطوير الشق الهجومي، وتطوير ايضا ان يسجل اهداف. النادي الاهلي كان ممكن يكسب 6 امبارح المقص، كان ممكن يكسب 6، ممكن يكسب 7. فتطوير الشق الهجومي ده مهم جدا جدا، لان برضه خلي بالك الفرق المنافسه، الفرق المنافسه برضه بتبقى عامله حسابات للنادي الاهلي. ما جيش اقول لك النادي الاهلي كسبان 2-1 ده النهارده بيعمل عمليه استحواذ، النهارده بيضاع، لا. النادي الاهلي دائما نادي كل ما بيحرز كل ما الفرق المنافسه بتبقى قلقه جدا من هجوم النادي الاهلي اللي بيسجل 12 هدف في 3 مباريات. طيب امبارح في لقطتين او 3 محتاج اقف معاهم شويه مع حضرتك واسمع رايك فيهم. اللقطه الاولى مرتبطه بمحمد شريف. محمد شريف كله الحقيقه شافه مهاجم واعد جدا، عنده قدرات تهديفيه كبيره جدا، ارقامه بتقول ده. وكان الكلام في الفتره الاخرانيه على فكره انه يكمل او يشتغل على نفسه خصوصا في العاب الهواء. محمد شريف امبارح في ماتش المقصه بيجيب هدفين بضربات راسيه، منهم هدف يمكن هنشوف لقطه احنا مجهزينها لحضرتك عمل فيها، انا بشوف انه التيك اوف اللي عمله محمد شريف اجمل بالظبط كده. انت عرفت هم قالوا لك، انا عرفت انت عايز ايه. لا حقيقي نفس لقطه احنا يمكن مجهزينها، نفس لقطه رونالدو، القدره على انك انت تاخد تيك اوف وانك انت بتثبت في الهواء لمده اجزاء من الثانيه وبعد كده بتخلص الكوره. ازاي شفت القدرات دي بالنسبه لمحمد شريف؟ بص، في حاجه مهمه جدا، حاجه في اداء محمد شريف. اولا ان هو عنده سريع، سريع، ذكي جدا في تحركاته، ذكي جدا في تحركاته. اذا كان هناك تنميه لضربات الراس فانا شايف ان اللقطه اللي قدامي دي او الهدف اللي سجله هدف رائع، لان اولا التايمنج، تايمنج الطلوع نفسه تايمنج كويس جدا. في باور، ما هو النهارده لو في باور النهارده في رجليك النهارده التيكوف بتاعك بيبقى عالي. فالنهارده في باور، النهارده لازم يكون بيشتغل على الحاجات دي. لازم يكون بيشتغل في التقويه، لازم بيكون بيشتغل النهارده على العاب الهواء دايما بتبتدي تاسسها من عضلات الرجلين. النهارده الرجلين هي اللي بتديك الحركه دي. فهو قطعا الفتره اللي فاتت دي استفاد من الحته دي، واستفاد ان هو ما بيجيبش اهداف بالراس، فاستفاد. وده ذكاء لعيب، ذكاء لعيب بيبقى عنده نقص في حاجه معينه، بيشتغل بقى كلها حاجات انديفيدوال. ممكن يجيب النهارده اي حد من الجهاز الفني يشتغل مع الحاجات الانديفيدوال دي بعد التمرين، ودي بتبقى رغبه لعيب واراده لعيب. عشان كده دائما في تحسن في المستوى. الحاجه اللي كانت ناقصاه النهارده بيسجل في المقص هدفين براسه امبارح، وهدف رائع زي ما قلت لك، زي رونالدو كده اما بيطلع بيبقى طالع فوق اي ستوبر بمتر كده ولا حاجه. فدي طبعا ميزه كويسه جدا في اداء محمد شريف. وزي ما قلت لك هو لعيب بيستثمر وجوده في النادي الاهلي، وبيستثمر ايضا امكانيات اللعيبه اللي حواليه. النهارده يكون هداف النادي الاهلي مفيش شك. ويمكن حضرتك كنت بتتكلم انه النهارده الاهلي بيضم عدد كبير جدا من الاسماء اللي مستواها مميز جدا، لكن يهمني كمان اخد رايك في تطور مستوى جماعيه الاداء مع النادي الاهلي طبعا في الفتره الاخيره، وخصوصا في الاربع ماتشات الاخير. ازاي بتشوف تطور التيم ورك او الجماعيه وحاله الانسجام يعني التناغم بين الفرق؟ هي بترجع لسببين. اولا السبب الاول مستر موسيماني، مش التشكيل بيبقى فيه ثبات، ودي مهمه جدا. التشكيل بيبقى فيه ثبات، اللعيبه خلاص بتبقى حافظه بعض، اللعيبه دائما بتبقى عارفه النهارده لو علي معلول طلع مثلا، صلاح محسن اتحرك ناحيه الشمال، حسين الشحات اتحرك، كل هذه الامور بتدي النهارده كل اللعيبه بتبقى عارفه ايه المطلوب. النهارده الاوفرات اللي بتتلعب من الجناب، مين اللي داخل عرضه القريب، مين اللي داخل عرضه البعيده، مين داخل في الوسط، مين النهارده بره ال 18، كل دي الحاجات دي الحمد لله ساعدت النادي الاهلي يبقى تهديف، نسبه تهديف عاليه جدا. استحواذ، النادي الاهلي بيمتلك القدرات الفنيه والفرديه بالذات في عمليه الاستحواذ، يعني كل اللعيبه حتى من خط الظهر عندهم النهارده ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، بدر بنون، حتى رامي ربيعه، اكرم توفيق، كل الناس اللي بتمتلك القدرات النهارده بتقدر تبني هجمه. فالنادي الاهلي عنده الحمد لله عنده لعيبه في وسط الملعب برضه على قدر كبير جدا من عمليه الاستحواذ، من عمليه التمرين، من عمليه ايضا الرؤيه الامميه. يعني تلاقي عمرو السوليه، تلاقي ديانج، تلاقي حمدي فتحي، تلاقي كلهم عندهم رؤيه، قفشه، تلاقي عندهم رؤيه حلوه قوي لتحرك الناس سواء على الاجناب او سواء من العمر. خليني اعرض لك الجون الاولاني بتاع محمد شريف اللي بضربه راس، بس عايز ابتدي الكرة من اولها وتشوف برضو حاله التناغم والانسجام والاسيست بتاع حسين الشحات الاكثر من رائع. خلينا نشوف الجون مع حضراتكم لانه ده يمكن تاكيد على كلام حضرتك. بالتاكيد كرة زي دي ده الهدف طبعا اللي احرزه محمد شريف اللي كنا بنتكلم عليه بضربه راسيه. في الجون الاولاني بقى
اللي احرزه الشريف برضو بضربه راس باسيست حسين الشحات من جوه منطقه الجزاء. ده نفس علي الجون. لا ده الهدف بتاع علي ده اللي عملها اوفر حلو ده قوي. ده الهدف. انا عايز الجون بتاع اسيست حسين بقى. وحسين الحقيقه كابتن فتحي كان عليه كلام كتير، لكن الفتره الاخرانيه مستواه بقى كويس، مستواه اتطور بشكل كويس. مستواه كويس عشان برضو تخلي بالك اللعيب دايما بيتاثر بالاعلام وبيتاثر بالجماهير وبيتاثر بالسوشيال ميديا. ده الاسيست بتاع حسين الشحات. حسين عملها حلوه، كره صعبه جدا جدا. بص ما ده ذكاء برضو، ذكاء من حسين وذكاء ايضا محمد شريف. محمد شريف لمح حارس المرمى يمكن متقدم على السكس ياردة ما استناش، حطها براسه على طول، ودي ذكاء من لعيب وذكاء من فرود. يعني من احسن اللعيبه دلوقتي الفراوده في مصر محمد شريف بصراحه، يعني طبعا في تحركه، في عنده اراده قويه جدا، عنده ايضا تحركات زي ما قلت لك تحركات واعيه جدا. وبعدين دائما ما بيخليش النهارده دائما نفسه تحت رقابه ستوبر، دائما تلاقيه بيتحرك ناحيه اليمين ناحيه الشمال في العمق، دايما تحركاته ايجابيه كويسه جدا. هيواجه صعوبه مع كايزر تشيفز، مع دفاع كايزر تشيفز، وايه النصائح اللي ممكن تقولها له قبل الماتش بتاع يوم؟ لا هو بص، هم دلوقتي زي ما قلت لك هو بيلعب دفاع منطقه، بيبقى قدامهم في تكتل في ال 18. محمد لازم يبقى ذكي جدا، يعني لازم يبقى ذكي جدا النهارده، ما يسلمش نفسه في حته ال 18، النهارده لازم يتحرك كويس قوي، ولازم يبقى فيه. متوقع انه كايزر تشيفز يلعب الاهلي بنفس الطريقه الدفاعيه اللي... يعني وارد بنسبه 90%، لانه واضح قوي اسلوبه وتكتيك اللعب، هو واضح حتى في الوداد الماتشين اللي لعبهم. أيوه. واضح قوي يعني. طيب. واضح بدليل ان هو كمان هيبقى مؤمن، المدير الفني لكايزر تشيف مؤمن بهذه النظريه، لانه قدر يكسب الوداد وقدر يتعادل مع الوداد، فمؤمن بهذه النظريه. في ماتش سموحه وماتش المقاصه، الجماهير نادي الاهلي استمتعت بكورتين عالميتين. الكره الاولانيه للاسف اتحسبت اوف سايد، الكره الدبل كيك بتاعت حسين الشحات كانت عالميه بصراحه. هدف ولا اروع. وامبارح مجدي قفشه رغم انه ما كانش موفق قوي على مدار ال 90 دقيقه، كان بيحاول بس ما كانت ما عندهاش شويه، بس جاب جول هاي، بس جاب جون عالمي. طيب لقطه مجدي قفشه شفتها ازاي امبارح؟ لا بص الأخير. طبعا الهدف رائع. يعني بص منين؟ يعني اولا فيها اداء 52 متر بالظبط. انا بقول لك فيها اداء، فيها النهارده سرعه قرار، سرعه اتخاذ القرار، فيها دقه. النهارده دقه النهارده يحطها في المرمى مش اي حد يعملها طبعا، يعني مش اي حد ممكن. صلاح عملها قبل كده فاكر انا في ماتش ليفربول ومان سيتي. يعني دقه النهارده في دقه في التسديد النهارده دي مهمه جدا جدا، النهارده قفش عملها، والنهارده الدقه برده ايضا رؤيته لحارس المرمى والضغط وانه يستخلص. طبعا ضغط واستخلص. لا 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 هدف رائع بصراحه. يعني هدف رائع. نروح لماتش بقى كايزر تشيفز، وده المباراه الاهم من وجهه نظر كل جماهير نادي الاهلي، يمكن تكون اهم مباراه الموسم ده. ازاي شايف؟ طبعا الفرقه بكره النهارده راحه، بكره ان شاء الله تتمرن وتسافر في طياره خاصه مع برئاسه كابتن خطيب طبعا البعثه. ازاي شايف استعدادات وتحضيرات النادي الاهلي لمباراه النهائي؟ لا وطبعا بعد ماتش المقاصه انا سامع ان مدي راحه، ودي حاجه طبعا كويس. ايجابيه طبعا، فرقت معانا كتير على فكره طبعا، الراحات اللي خدتها ان اللعيبه برده في دايما في معترك المستطيل الاخضر عايزه تبعد يوم عن المستطيل الاخضر. لازم الراحه دي ريكفر دي حاجه مهمه جدا. تمرين بكره انا واثق تمرين بكره هيبقى طبعا تمرين خفيف، واللعيبه ان شاء الله هتسافر للمغرب، والمغرب كل انت خلاص انت واصل للتوب فورم، مش محتاج تمريرات لياقه، مش محتاج كلها شغل، هيبقى شغل تكتيكي نفسي تكتيكي شغل تكتيكي كله تكتيكي ونفسي وكله، واستعداد لمباراه كايزر تشيف. مش محتاج النهارده العامل البدني، مش محتاجه خالص، لان كل اللعيبه الحمد لله في التوب فورم، وكل اللعيبه بتشترك، عمليه الروتيشن شغاله في فرقه النادي الاهلي الحمد لله شغاله بصوره ايجابيه. فكل هذه الامور، ودي ماتش مهم جدا بالنادي الاهلي ان شاء الله، وانا شايف ان النادي الاهلي قادر ان شاء الله ان يفوز بهذه المباراه، يفوز بهذه المباراه ان شاء الله باذن الله. انا ما عنديش شك في قدرات لاعبتنا، بس برضو مهم نبني سيناريو الماتش. يعني اذا كنا او حضرتك بتفق انه ممكن كايزر تشيفز يبتدي يلعب او هيواجه النادي الاهلي بطريقه تميل ان هو يقفل ورا او يلعب مباراه دفاعيه، هل شايف انه الانسب ان الاهلي يلعب مباراه هجوميه، ولا برضو من الممكن انه مستر موسيماني يبني خطته بشكل متحفظ نوعا ما لانها مواجهه في النهايه من 90 دقيقه؟ لا هو النهارده اللي هيديك المؤشر، كايزر تشيف النهارده زي ما قلت لك، النهارده ما بيهاجمكش، فانت لازم هتعمل، ولازم النادي الاهلي على فكره متعود على كده، يلعب باسلوب ضاغط من قدام. اسلوب الضاغط من قدام ده ممكن يولد اخطاء في خط الدفاع، ممكن تستثمر فرصه تبقى قريب قوي من الجول تقدر تسجل،
ممكن يبقى النهارده الضغط ده بيولد زي ما قلت لك اخطاء، بيولد النهارده بيدي ثقه للاعيبه النادي الاهلي وما يديش ثقه لفرقه كايزر تشيف. أيوة. هيحطها دايما تحت ضغط، ودايما الفرقه اللي تحت ضغط هتلاقي فيه اخطاء وهتلاقي فيه ايضا تشتيت وهتلاقي حاجات كتير قوي هتساعد لعيبه النادي الاهلي. طيب. في عمليه الاستحواذ ده خلينا نروح للتفاصيل، هكلمك اكتر عن طريقه اللعب، هكلمك اكتر عن التشكيل الانسب، هكلمك الاكتر عن اسلحه الاهلي وازاي يستغلها والاخطاء والمحاذير التي لا يجب ان نقع فيها، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الاهلي وكايزر تشيفز مع نجمنا وضيفنا النهارده في السادسه كابتن فتحي مبروك. عشان يمكن قبل الفاصل بدانا كلام على ماتش كايزر تشيفز وهندخل في التفاصيل طبعا مع ضيفنا النهارده مشرفنا في السادسه كابتن فتحي مبروك، بما انه احنا الكلام اللي كنا بنقوله قبل الفاصل على طول ان المباراه هتروح في اغلب يعني اغلب الظن ان شكلها هيبقى مباراه دفاعيه من ناحيه كايزر تشيفز، في ناس بتقول لك ما فيش احتمال انه مدير فني لكايزر تشيفز باكستر يفكر يعمل مفاجاه وينزل يهاجم النادي الاهلي، الاحتمال ده مش وارد من وجهه نظر كابتن فتحي؟ هو انا غالبا الاحتمال مش وارد. يعني برضو خلينا بنتكلم بواقعيه. أيوه. يعني هو الماتش جوله واحده مباراه واحده بس. أيوه. ممكن يغير فكره، ولكن هو الاستراتيجيه بتاع باكستر على فكره المدير الفني الاجنبي الانجليزي لفرقه كايزر هو غالبا ده سيستم ليه هو. السيستم ده اذا كان بيؤدي الى نتائج ايجابيه بيشتغل عليه. أيوه. نتائج ايجابيه على الوداد زي ما قلت لك كسب بهجمه مرتده في دقيقة كسب مباراة و180 دقيقة بيدافع أيوة. 180 دقيقة بيدافع، فدي استراتيجية واضح ان هو بيشتغل عليها. ما تقلقكش الحتة دي؟ يعني فكرة انه فريق يتخطى الوداد بقدراته الدفاعية بس ما تقلقكش في مباراة؟ وانا عارف طبعا حضرتك ممكن تكلمنا انه فكرة انه الماتش يبقى ب 90 دقيقة ده بيبقى ليه حسابات مختلفة، واحنا شفنا ماتشات صعبة كتير الموسم ده، يعني شفنا مثلا في نهائي دوري الأبطال تشيلسي ومان سيتي، المان سيتي كفته أرجح، كل الناس بتقول لك مان سيتي هيحسم البطولة، ماتش بتاع 90 دقيقة ده بيبقى حساباته مختلفة شويتين. بيبقى طبعا ده ماتش بيبقى أصعب ماتشين، ماتش رايح ماتش لا، ولكن طبعا زي ما قلت لك النادي الأهلي الحمد لله بيمتلك القدرات، بيمتلك أيضا اللعيبة اللي عندها إرادة، بيمتلك منظومة رائعة، مجلس إدارة، لجنة تخطيط، جهاز فني، كل العوامل النهارده بتساعد النادي الاهلي يحرز هذه البطوله يعني. يعني حتى النهارده لما تيجي تقول على اللعيبه، لا اللعيبه النهارده عندها قدرات عاليه جدا. أيوة. سواء الجانب الفردي زي ما قلت لك او الجانب الجماعي او الشغل التكتيكي بتاع مستر موسيماني، كل هذه الامور انا شايف النادي الاهلي بهذه العوامل يقدر يكسب هذه المباراه ويكتب ويكسب بارتياحيه بالرغم من الشق الدفاعي ال 90 دقيقه بيلعبهم باكسترا المدير الفني، ولكن انا شايف النادي الاهلي قادر على ذلك. طيب نتكلم في طريقه اللعب، يمكن اغلب الماتشات اللي نوعا ما كانت صعبه على النادي الاهلي او مستر موسيماني بيبقى متحفظ فيها كان بيبتدي ب 4 3 3 او 4 3 2 1. عمل ده مع سان داونز، عمل ده مع الترجي في تونس، هل تتوقع انه دي الطريقه الانسب اللي تلعب بيها ماتش كايزر تشيفز ولا ممكن؟ لا انا متوقع ان نلعب ب 4 2 3 1 4 طريقته 4 2 3 1 المعتاده. أيوة. لان برضو انت زي ما قلت لك عايز تضغط، عايز تبتدي تشتغل ضاغط من قدامه، وخصوصا اذا كان زي ما قلت لك الفرقه دي مش هتهاجمك، تمام، مش هتديها فرصه استحواذ، هتديها فرصه النهارده ان انت تضغط تولد اخطاء وتبتدي تخلي فيه ثقه في لعيبتك، وتخلي ايضا الفرقه دي النهارده هيلجا لاسلوب ممكن اسلوب الكوره الطويله. ده غالبا يعني اذا كنت انت هتضغط من قدام مش هيقدر النهارده يستثمر عمليه الاستحواذ، لان انت فرقتك في نص ملعب الخصم في كايزر ضاغط كويس قوي، فكل هذه الامور تؤدي ان النادي الاهلي هو دائما هيبقى ليه المقدمه وليه النهارده الاستحواذ وليه كل شيء، وليه النهارده هيبقى فيه ثغرات حتى في خط الدفاع عنده. طيب 4 2 3 1 3 1 تحط لنا التشكيل وراء. انت عارف برضو مستر موسيماني برضو تفكيره، انا بحترم طبعا تفكيره والجهاز الفني، ولكن توقع يعني اكرم توفيق زي ما اتفقنا في اليمين، هيبقى بدر بنون، ايمن اشرف، علي معلول، هيستفاد النهارده بحمدي فتحي والسوليه النهارده يبقى حسين الشحات وقفشه، هتقعد ديانج مش هتبتدي بديانج، وقفشه تمام، وانا يعني رايي الشخصي بقول صلاح محسن في الجنب الشمال، تبتدي بصلاح ومحمد شريف ده رايي الشخصي. وفي اليمين مين يا كابتن فتحي؟ ما هو حسين الشحات. حسين الشحات ليه؟ حسين وصلاح وقدامهم شريف. انا بقول ليه؟ في قوه هجوميه كويسه جدا هنا. الحاجه الثانيه اللي انا بقدر استثمر وجود محمد شريف في التحركات، عشان قطعا المدير الفني هتلاقي كل معلومه عن محمد شريف واخدها، فهتلاقي النهارده هتلاقي رقابه 100% على محمد شريف، تمام، مليون المية.
فالنهارده هستثمر محمد شريف في تحركات في جناب كتير قوي عشان استثمر يفضي. عشان اقدر افضي حته العمق. الوحيد اللي يمتلك قدرات راس حربه مين؟ صلاح محسن. صلاح محسن الوحيد اللي يمتلك قدرات راس حربه عشان يقدر يقطع ويقدر ينطلق ويقدر يخش كراس حربه تاني يبقى صلاح محسن. انا بقول وجهه نظر فنيه طبعا طبعا احترم وجهه نظر مستماني في اي حد تاني يلعبه، ولكن زي ما قلت لك بستثمر دي في الوجود. الحاجه الثانيه بستثمر وجود حمدي فتحي في وسط الملعب. ليه استثمره؟ لو جيت النهارده بصيت النهارده ان انا عايز احرر الطرفين، عايز احرر اكرم وعايز احرر علي معلول، الاثنين يشتغلوا بحيث ان احنا ندي قوه هجوميه للنادي الاهلي والاطراف تشتغل كويس قوي. النهارده الوحيد اللي يمتلك قدرات النهارده يبقى ستوبر ثالث حمدي فتحي. حمدي فتحي يقدر النهارده يرجع في وسط ايمن اشرف، يرجع في وسط بدر بنون، يقدر حتى النهارده يقفل جنب من الجناب، ما عنديش مشكله، عنده القدره يقدر. يعني لو ايمن اشرف قفل الجنب الشمال عشان علي معلول يقدر هو يغطي على ايمن، النهارده يقدر يبقى ستوبر ثالث. النهارده ممكن يتحط حتى ستوبر ناحيه اليمين، يقدر النهارده لو اكرم توفيق طاير يقدر يستثمره النهارده، حمدي يقدر يقفل الجنب اليمين. فكل هذه الامور امور فنيه طبعا هو الكابتن موسيماني. طيب خليني اخد رايك في فرقه كايزر تشيفز، يعني كتير من الاراء بتقول انه يمكن اخطر ورقه من اوراق كايزر تشيفز هو راس الحربه بتاعهم سمير ناركوفيتش، وهو يمكن يكون هداف الفريق الاول في الفتره الاخيره، وهو اللي احرز الهدف بتاع كايزر تشيفز في ماتش الوداد. شايف انك ازاي تقدر توقف الخطوره بتاعت نوركوفيتش، وتقول ايه لايمن بما انك انت ابتديت بايمن وبدر، يعني تقول ايه لايمن وبدر كنصايح في التعامل مع مهاجم خطير زي سمير نوركوفيتش؟ مهنا النهارده اسلوبي وتكتيكي لازم النهارده ابقى برضه الشق الدفاعي لازم ابقى حريص جدا فيه، مش هدي فرصه النهارده لكايزر تشيف النهارده يستغل راس حرب النهارده في كره مرميه في الجنب الشمال بيعدي وتتلعب ويسجل منها، لا انا عايز النهارده الامور زي ما قلت لك تبقى النهارده الثلاثه متواجدين دائما بصفه مستمره. اذا كان هو زي ما قلت لك هيلعب بتكتيك دفاعي بحت وهيستثمر النهارده انه يبقى في راس حربه، لازم النهارده ابقى حريص جدا في الحته دي، وخصوصا تغطيه الاجناب. تغطيه الاجناب زي ما قلت لك ايمن اشرف يمتلك القدرات، بدري يمتلك القدرات، حمدي فتحي يمتلك القدرات الحته دي، فلازم على الاقل على الاقل يبقى النهارده في حد من الثلاثه النهارده عينه على الراجل ده كويس جدا. ايوه ما تقدرش تخصص، يعني ما اقدرش اقول لايمن اشرف مثلا والراجل بيشتغل ناحيه الشمال تعالى ايمن العب معاه من تومان. ايوه لا النهارده يبقى الثلاثه دول عندهم النهارده القدره ان الراجل ده لو اتحرك في اي جنب من الجناب هو اللي يشتغل معاه. مين افضل حد من وجهه نظر كابتن فتحي مبروك في العاب الهواء في المدافعين عندنا؟ عندنا كلهم كويسين العاب الهواء، يعني كلهم ما شاء الله كلهم كويسين، يعني ايمن كويس، بدر بنون كويس، حتى ياسر بن كويس، كلهم ما شاء الله كويسين يعني ممتازوا. حمدي فتحي ما بيرجع بكويس، عمرو السلامي بيبقى كويس، كلنا عندنا الحمد لله في مجموعه من اللعيبه بيمتازوا بضربات الراس كويسين جدا. شايف شخصيه الاهلي في الفتره الاخيره مع موسيماني، قدره الراجل على انه يستخدم او يستغل اوراقه، قدرته على تطوير مستوى بعض اللاعبين، واحنا يمكن في الفصل كنا بنتكلم على اكتر من اسم الحقيقه في الفتره الاخرانيه تحس انه في طفره في مستوياتهم مدافعين او نص ملعب او مهاجمين، شايف ازاي شغل مستر موسيماني؟ لا دي سياسه ناجحه. يعني سياسه ناجحه دايما المدير الفني ما بيدي ثقه للعيبه، بيدي ثقه للعيبه، والنهارده بقعد انا النهارده بقعد مع اللعيب النهارده استثمره النهارده اساسي ولا احتياطي؟ اساسي خلاص هقول له هكلمه، النهارده لو انا هستعمله النهارده كبديل هكلمه. فكل هذه الامور الحمد لله في ثقه اصبحت في الجهاز الفني وثقه في اللعيبه، عشان كده اللعيبه حتى لما بعمل عمليه روتيشن اللعيبه اللي بتنزل بتؤدي بيؤدي وبيؤدي، بيبقى النهارده سوري في اللفظ بيبقى غلاوي وهو نازل. حتى لو استثمره 10 دقائق دقيقتين بيبقى غلاوي وهو نازل، بيثبت للمدير الفني ان هو قادر على اداء واداء مميز للنادي الاهلي. اجاي وكهربا يبقوا الاثنين الحقيقه، اجاي مشوار طويل طبعا وارقامه محترمه جدا مع النادي الاهلي، وواضح انه الراجل عايز يديهم وعايز يرجعهم لمستوياتهم. لو انت بتكلم اجاي او بتشتغل مع اجاي وكهربا تشتغل على ايه كابتن فتحي؟ برضه بص عمليه ولو في اسماء ثانيه تحب تضيفها معايا انا بقول لك عمليه الثقه دي مهمه جدا. أيوة. عمليه الثقه مهمه جدا. هو ابتدى باجاي امبارح رايح طارق ابتدى باجاي وادى الكهربا في اكثر من ماتش، اداله في بيراميدز وصلاح محسن لعب والناس كلها، فانا بقول دي سياسه ناجحه، عمليه التدوير دائما وخصوصا في ضغط المباريات دي عمليه ناجحه طبعا ايجابيه كويسه للجهاز الفني، وفي نفس الوقت اللعيب بيبقى خلاص النهارده بيوصل لمرحله فنيه كويسه، النهارده بيتجاوب مع فرقته بيلعب النهارده حتى لو 20 دقيقه 30 دقيقه، النهارده
معدل المباريات ومعدل النهارده شغله في المباريات بيديله دافع كويس. فالحاجات دي انا النادي الاهلي بيستثمرها، والنادي الاهلي عمليته الروتيشن زي ما قلت لك عمليه كويسه، واللعيبه دي بتستفاد، يعني اللعيبه دي بتستفاد ايضا من الاشتراك في المباريات. أيوه. فطبعا اجاييه يمكن اجاييه عشان بقاله برضه فرصه كان مصاب. أيوه. لسه ما اجاييه ما ظهرش بالصوره اللي محتاج ايه عشان يرجع بسرعه كده. واجاييه على فكره برضه في الجنب الشمال بيبقى مميز كويس. يعني في الجنب الشمال دايما تلاقيه عنده القدره انه بيقدر بيشتغل لجوه، يقدر يشتغل وانتوهات، يقدر يقفل مع علي معلول الجنب الشمال، بيقدر عنده القدرات زي كده. كهربا كويس، كهربا كويس، بس كهربا برضو داخل في مرحله لسه اثبات الذات، اثبات الذات لجماهير الاهلي والجهاز الفني. يعني دايما هو الحته دي بتحسها فيه. أيوه. لا هو خلاص النهارده في منظومه النادي الاهلي، في فريق النادي الاهلي خلاص النهارده بقى فيه ثقه، النهارده بقى فيه هدوء، النهارده بقى فيه سياسة المدير الفني عايز ايه طالب منك وتنفذه له. مين تتوقع يكون ورقة الاهلي الرابحة في ماتش كايزر تشيفز؟ والله يعني كل الفرق. كل الفرقة؟ كل الفرقة. مفيش أسماء معينة كابتن فتحي بيراهن عليها؟ كل الفرقة النهاردة زي ما قلت لك، إذا كان الشق الدفاعي النهاردة واقفين كويس جدا هستثمر، يبقى النهاردة كل الدفاع كويس، وسط الملعب النهاردة بيشتغل ليه رؤية كويسة في الناحية الهجومية أو الناحية الدفاعية كله كويس. شق الهجومي النهارده عندك لعيبه كويسه بتقدر تسجل وبتقدر تستثمر الكرات اللي من الجناب. أيوه. ومن العمق، فرقه كلها كويسه ما تقدرش النهارده تقول. ولكن زي ما قلت لك اذا كان محمد شريف دلوقتي اصبح النهارده هداف النادي الاهلي واصبح النهارده كل الانظار متجهه لمحمد شريف بتراهن عليه، فقطعا قطعا المدير الفني النهارده الكايزر تشيف النهارده برضه هيفكر كويس مين النهارده هداف النادي الاهلي، مين اللي بيسجل. فالنهارده عندك البدائل اللي عندها الثقه ان شاء الله نقدر. الفريق الجنوب افريقي اول مره في تاريخه بيوصل نهائي دوري الابطال، وفرصه يمكن مش هتتكرر كتير بالنسبه للجيل ده، وده يمكن يكون واحد من اهم الدوافع. لو بتكلم فرقه النادي الاهلي ولاعبتنا متعوده انها توصل مباراه نهائيه مش جديد عليها، وحققت اللقب في النسخه الاخيره وراحت كاس العالم. لو بتكلم لعيبه النادي الاهلي كابتن فتحي تقول لهم ايه النهارده؟ لا شوف احسن حاجه، اول حاجه زي ما قلت لك الثقه، الهدوء، الشغل المدرب لازم يتنفس كويس جدا، وبعدين رؤيه اللعيب وحريه الاختيار في الملعب دي برضو لازم اللعيب يفكر. لازم اللعيب يبقى ليه قرار، لازم اللعيب النهارده يستثمر الفرص النهارده اللي النادي الاهلي يسجل منها. تقدر تقول انه الاهلي استوعب، او فرقه الاهلي ولاعيبه الاهلي استوعبت طريقه وفكر مستر موسيماني؟ اه طبعا. وانه تطبيقهم للفكر طبعًا. ده واضح في ماتشات الاهلي طبعا، بدليل زي ما قلت لك حتى الناس اللي على الاطراف بتنزل تدافع كويس دلوقتي، الناس اللي في وسط الملعب بتدافع كويس، بتبقى النهارده سند لخط الدفاع، خط الدفاع النهارده الحمد لله متماسك. فكل هذه الاساليب النهارده اللعيبه خلاص النهارده المنظومه بتاع مستر موسيماني والجهاز الفني اللعيبه بتطبقها. عشان كده النادي الاهلي ماشي بالحمد لله، الحمد لله ماشي بثبات، ماشي بنتائج كويسه، وان شاء الله يتصدر ويكسب هذه البطوله. في حاجه عشان تبقى الصوره احلى، يعني انا فاهم من كلامك ان الصوره حلوه، في حاجه ممكن تخلي الصوره احلى من وجهه نظر كابتن فتحي الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله الفوز بهذه البطوله هيدي طبعا ثقه للجهاز الفني، ويدي ثقه للعيبه، ويدي ثقه ايضا لكل عشاق النادي الاهلي. النادي الاهلي جدير باحراز البطولات ان شاء الله باذن الله. اداه قدود زي ما بيقول كابتن فتحي. شرفت ونورت بيتك ومكانك طبعا، وبشكرك على وجودك معايا في الاستوديو النهارده. لا يا حبيبي انا سعيد جدا، وبرنامج جميل، واتمنى الناس تكون سعداء بهذا البرنامج. شكرا لحضرتك. شكرا، بشكرك مره ثانيه، وبشكر حضراتكم على المتابعه. بكره حلقه يمكن هنركز فيها اكتر على كايزر تشيفز، ونقدمه لحضراتكم فريق يمكن كان مجهول اغلب جماهير النادي الاهلي مع نسخه دوري الابطال، كانت متوقعه انها تقابل ترجي، سان داونز، وداد في النهائي، لكن جه في حظنا كايزر تشيفز. ففريق يمكن يكون مجهول علينا، قابلناه في 2002 في سوبر افريقيا، لكن طبعا الجيل الحالي مختلف تماما، فهنفرد له مساحه بكره نقرب حضراتكم الفريق اللي هيواجه النادي الاهلي في نهائي دوري الابطال. بشكر كل جماهير النادي الاهلي على المتابعه، وقابل حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.